انظر إلى الأحلاف اليوم بغير الله عز وجل، يحلف بشرفي، بأمانتي، ويحلف بأولاده، ويحلف دفنة أبوه، يحلف غلاطك عندي، ويحلف و إلى آخره، كلها أيمان شركية، وهذا من الشرك بالله تبارك وتعالى. فولو كنا على التوحيد، لكن هذا خلل في التوحيد، لأن الحلف تعظيم، ولا يجوز تعظيم غير الله تبارك وتعالى وأن يجعل له مثل هذا اليمين. لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك.